أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن أنه تم تسليم الجانب الروسي المذكرة المتعلقة بعدم تجديد اتفاق الصداقة بين أوكرانيا وروسيا. وفقا لكليمكن فإن روسيا انتهكت هذه المعاهدة، الأمر الذي يحول دون تجديدها. هذه نقطة مهمة للغاية، حيث أن هذه المذكرة تفصل للغاية جميع انتهاكات روسيا. أؤكد مرة أخرى جميع أحكام هذه المعاهدة، هذا يتعلق بكل من العدوان المسلح لروسيا ضد أوكرانيا والعدوان الهجين والضغوط الاقتصادية وبطبيعة الحال انتهاك حقوق المواطنين الأوكرانيين. هذا الاتفاق ينتهك بشكل أساسي من قبل روسيا، لذلك لا يمكن أن يستمر.